راديو نيل، اهلا بحضراتكم من جديد. والكلام موصول عن القمة الامريكية الافريقية، وكنا بنقول امريكا عايزة مننا ايه واحنا عايزين من امريكا ايه، والسؤال بنصيغه بهذه الطريقة لانه زي ما قلت لحضراتكم في قوتين، يعني لم تعد امريكا هي القوة المطلقة اللي في ايدها انها تقدم كل شيء والاخرين بس بيتلقوا هذه العطايا. مصر زي ما قلت لحضراتكم ورسمنا من خلال كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو مطلب افريقيا في هذه القمه ايه، لكن خلال اللقاءات والمشاورات اللي بتتم على هامش هذه القمه، الرئيس عبد الفتاح السيسي قابل وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن، تكلموا بطبيعه الحال عن قضيه مصريه افريقيه وهي قضيه سد النهضه. ناس كتيرة جدا بتعتقد انه خلاص مفيش اهتمام بسد النهضة، مفيش شغل على ملف سد النهضة، احنا استسلمنا للامر الواقع، احنا مفيش في ايدينا حاجة نعملها. ولكن لما اجتمع الرئيس مع وزير الخارجية الامريكي، وانا حريص ان انقل لحضراتكم الكلام نصا، يعني الرئيس سأل ايه لوزير الخارجية الامريكي، قال له احنا مصر بتتمسك بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائي لمصر وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين. وزير الخارجية الأمريكي رد بدوره على هذا الكلام وقال إنه أمريكا بتدعم جهود حل تلك القضية اللي هي قضية سد النهضة على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر. من البداية في موضوع سد النهضة ده، وأنا شايف أن الدبلوماسية المصرية بتتميز بكثير من السمات الإيجابية، تتكلم على دبلوماسية فيها نفس طويل جدا وفيها نوع إذا جاز التعبير الصبر الدبلوماسي، وناس كتيرة جدا يمكن كانت بتتغاظ أحيانا، كانت بتبقى زعلانة أحيانا، كانت بتبقى يعني مستفزة أحيان كتير وتقول لأ لازم نرد على هذا الاستفزاز اللي بتعمله إثيوبيا واللي بتقوله إثيوبيا. لكن لو جيت تبص للموقف المصري تحديدا من 2014، يعني من اللحظة اللي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة وبدأ يباشر هذا الملف مثل غيره من الملفات اللي هي بها أكبر قدر من الحساسية، خلي بالكو ان احنا في مسألة سد النهضة دي خسرنا خسارة كبيرة جدا في الفترة من 2011 ل 2014 او لمنتصف 2014، الفترة اللي كان فيها حالة سيولة سياسية وحالة يعني ضعف اقتصادي بشكل كبير جدا، وما كانش حد عارف ايه رايح فين مودي على على فين، كانت في حالة لخبطة وحالة فوضى، وما كانش في دولة، ما كانش في قوام دولة مستقر، كانش في ايقاع لدولة، وتمكنت سوبيا من انها تخطو خطوات كبيرة جدا في بناء هذا السد بعيد عن دولة لها مؤسسات بتتفاوض او بتتكلم. في 2014 انت لقيت امر واقع كان لابد من التعامل معاه. لما تعاملت معاه كان عندك مجموعة من الاسس او مجموعة من المبادئ او مجموعة من الثوابت، اللي هو اول حاجة انت مش عايز تمنع عن اي دولة انها تنمي نفسها، تعمل تنمية وتعمل نهضة وتعمل تطوير شامل، انه يبقى فيه فرص عمل، انه يبقى فيه دخل كبير جدا ليها. وبهذا المنطق انت عرضت على اثيوبيا مش ان انت بس يعني عدم تحفظك او موافقتك على بناء السد، لانك تشارك في بناء هذا السد وتقدم خبرات، لانه الخلاف عشان الناس برضو تبقى فهماه ومستوعباه، الخلاف يا جماعة ابدا مش على انك تبني سد من عدم، وليس خلاف على حق اثيوبيا في ان هي تعمل اللي شايفاه في مصلحة بلدها، مفيش خلاف على ده. انا بقول لحضراتكم لدرجة انك عرضت على اثيوبيا في لحظة معينة انك تشارك في بناء هذا السد وتقدم خبراتك الفنية وخبراتك العلمية اللي يعني يتم البناء من خلالها بشكل
اكثر علميه، لان انتوا عارفين في بعض المشاكل كتيره في بناء هذا السد. لكن الخلاف كان على انك في اللحظه اللي كاثيوبيا بتعمل على مصلحه شعبك لا تضر بمصالحي ولا بمصالح شعبي، وتحديدا في مصر والسودان، وهو ده الخلاف. فانت لما بتيجي تتكلم على اتفاق قانوني ملزم في اللي هو اجراءات الملء والتشغيل، لو انت ما يبقاش ما ينفعش ان انا اسيب سلطة مطلقة عندك انت تتحكم فيها، لانه القوانين واللوائح اللي بتنظم عمل اللي هو الانهار مثلا، المجاري المائية، ما ينفعش انك تسيبها للمزاج، او ما ينفعش انك تسيبها لتوجهات الانظمة السياسية، او ان في خلاف فانت تلاقي الناس قافلة عليك. لا، في قانون اللي هو قواعد هنا، ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستخدم ايه؟ قواعد القانون الدولي ذات الصلة بهذا الشأن. لو انت ما بتطلبش حاجة غريبة، او ما بتطلبش حاجة استثنائية، او ما بتطلبش حاجة يعني تبقى ميزة ليك، لا خالص. طب هل احنا قصرنا في مسألة سد النهضة؟ المسار الدبلوماسي ومسار التفاوض اللي انت اشتغلت عليه بما فيه وثيقة المبادئ اللي تم توقيعها في مارس 2015، ناس كتيرة جدا بتحتج بهذه الوثيقة وتقول ان احنا تنازلنا وان احنا وهو الى اخره. هذه الوثيقة هي الوثيقة المكتوبة الموقعة الوحيدة اللي انت قدرت من خلالها تكمل مفاوضاتك وتكمل استخدام اوراق ضغطك امام المجتمع الدولي عشان تلزم اثيوبيا بان توقع على اتفاق قانوني ملزم. واصلين فين لحد فين في هذا الموضوع؟ اعتقد انه مصر حريصة جدا على الحفاظ على مصالحها، خاصة مسألة نهر النيل. انت بتتكلم على انه احنا شريان الحياة بالنسبة لنا نهر النيل. انت اشتغلت وقعدت تعمل بدائل كتيرة جدا، وتعمل مشروعات تحلية المية، وتعمل زراعات مثلا ما بتستهلكش كتير، وبعدين بتعمل عملية المعالجات للمية عشان تعيد استخدامها مرة اخرى، وتعمل حملات ترشيد لاستخدام المية. انت عامل سيناريو بديل، لكن النيل بالنسبة لنا رمزيته أكتر من كونه هو بس مية احنا بنستعين بيها عشان نعيش. لا، انت بتتكلم عن رمز حضاري لمصر، انت بتحافظ على هذه الرمزية. اعتقد انه طرح هذه القضية في هذا اللقاء، واعتقد انه يمكن ان تطرح ايضا في الجلسات الرسمية، او في كلمة اشارة هتكون في اشارة في كلمة الرئيس الرسمية امام القمة، انه هذه القضية لابد ان تحسم. مصر حاولت تبحث عن حلول افريقية لهذا الموضوع، وده كمان جزء من الثوابت المصري. الثابت الاول ان انا مش عايز اعارض في انك تحقق مصلحتك، لكن بما لا يأتي على مصلحتي، رقم واحد. رقم اتنين انه انا بدور على حل افريقي. فلما استعصى الامر وما بقاش في حل افريقي، فبدأنا نلجأ ليه المجتمع الدولي. واعتقد انه مصر في النهاية كعادتها، لانه خلي بالكو في سمة لي هذا العصر، عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تنتصر دبلوماسيا بلا معارك حادة. يعني احيانا ندخل معارك بلا سلاح الا الدبلوماسية فقط، وحققنا انتصارات في ملفات كتيرة. واعتقد انه ده هيحصل كمان في معركة او قضية، خلينا نقول عليها قضية سد النهضة.